السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. أصوات المحرك أو الأصوات اللي بتنتج من السيارة المزعجة جدا، هنروح مع بعض نشوف صوت. الصوت ده مزعج جدا، كأن المحرك فيه مشكلة أو بيخرج الصوت من المحرك بشكل غريب جدا. هنروح مع بعض نشوف الصوت ده ونتعرف عليه ونشوف حل المشكلة بالتفصيل. في الأول كده عايزك تركز مع الصوت ده وتدقق فيه كويس، زي ما يكون في تكات تك 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 تكات خارجة من داخل المحرك، ودي مزعجة جدا، وكأن في جنزير أو في تكاية أو في مشكلة كبيرة داخل المحرك. بعد ما هنحل الفلتر والضغط بتاع الهواء هنلاقي التكاية في الاخر، طبعا وجودها في مكان صعب. هنحاول كده نعمل هندل او ذراع طويلة، وهلاقي المسمار الخاص بيها هنا اهو. اكون حذر طبعا عشان عندي ليات واسلاك. اتحلت معايا، خرجت معايا. وهنلاحظ كده اول ما نضغط عليها ما بتوصلش للاخر، وهنيجي على التكاية او السبرينج الجديد. طبعا هنلاقي فيه فرق كبير ما بين السبرينج الجديد اهو، لو ضغطنا عليه بيوصل للاخر. هنجيب التكاية او السبرينج القديم، في صعوبة شديدة جدا عشان اضغط السبرينج نفسها اهي، صعوبة شديدة جدا، وده طبعا بيأثر على الحركة والصوت. وهنلاحظ ان في زيت موجود داخل التكاية اهو، مهم جدا لازم يوصل لها زيت من مجاري التزييت. فهنجيب التكاية الجديدة ونبدأ في وضع كمية من الزيت في الثقب ده. نضغط للداخل كده ونضع الزيت، كمية بسيطة، ونبدأ في التركيب. اهي بتركب في المكان ده كده، وهنلاقي ان التكاية البلاستيكية او الفايبر ظهر قدامي اهي. ونبدأ في التركيب. لازم نشد عليها عشان مجرى الزيت اللي هو ده يوصل لمجرى الزيت اللي موجود في المكنة او في المحرك. بعد كده نركب البوشيه ونقفل.
بنركب الطرف السالب بتاع البطارية، بنتأكد طبعا من الوصلات ومن فيشة حساس الهواء، وبعد كده نشغل المحرك. وهتلاحظ طبعا بعد ما هدي صوت المحرك ودرجة حرارته بقت طبيعية، هتلاحظ مفيش أي أصوات من الأصوات المزعجة اللي كانت ظاهرة معانا في البداية، وكل ده بسبب السبرينج أو الهولدر أو التكاية ديت اللي بتضغط على المبيت الخاص بالجنازير. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.